عايزة أتوقف عند مقالة بعنوان ما أحلى الرجوع إليه، إليها، هو اتفضل. إليه الأغنية بس إليها المقال. ده عنوان مقال في جريدة الشروق بتوقيع عمرو حمزاوي. أولاً طبعاً عمرو حمزاوي يعود بعد فترة طويلة من الغياب عن مصر. المقال فيه نوع من المراجعة الفكرية، حتى فيه اختلاف شوية في المصطلحات اللي استخدمها وفي الأسلوب اللي استخدمه دكتور عمرو حمزاوي. حضرتك يا دكتور، يا أستاذ عماد، إزاي قرأت هذا المقال وما وراء هذا المقال؟ انا قراته قبل القراء بكتير، ما انا عارفه يعني اكيد. بص، عايزين نتفق على حاجه. عمرو حمزاوي خرج من مصر اظن سنه 2015، كان يكتب مقالا يوميا في الشروق قبل كده، ثم مقالا اسبوعيا، وتوقف لما مشي، قعد فتره بره مصر. انا رايي بوضوح، عمرو حمزاوي باحث سياسي مرموق، يعني هو شخص يعني منتج لافكار كثيره، ممكن مثير للجدل احيانا بهذه الافكار. هو طبعا مثير للجدل دائما. لا يعني دائما او يعني احيانا، مش دي القضيه الكبيره، لكن هو الرجل له موقف سياسي تتفق معاه او تختلف معاه. انا رايي ان هو كان بيعمل ده في اطار من الاحترام، يعني لا استطيع ان انا احطه اطلاقا في خانه الاخوان بالمره. هو يمكن اطلاق عليه انه ليبرالي حقيقي. لما حصل الحوار، طبعا تعلمين انه الاستاذ ضياء رشوان اعلن ان مؤسسه الحوار الوطني او اداره الحوار الوطني او منسق الحوار الوطني تواصل مع بعض الناس في الخارج، وكان من بينهم عمرو حمزاوي، وانه قبل فكره الحوار والعوده الى مصر كمان. في هذا الاطار هو الرجل يعني عرض وتواصل مع قسم الرأي في الشروق أن يعود مرة أخرى إلى الكتابة في الشروق، وكتب هذا المقال. وأنا رأيي أنه مقال هايل جدا وممتاز، لأنه بيدي ميزة مهمة جدا، يعني ثقافة أو شجاعة الاعتراف بإعادة تصويب المسار. هو الراجل المقال كله عمرو محب جدا لبلده ووطنه، والفكرة الأساسية في الحوار بيقول إن أنا راجعت نفسي كثير، وبيقولها بطريقة واضحة، وإن أنا قررت إن أنا أسمع الأول قبل أن أحكم، وإن في أمور كثيرة جرت. لما يبقى عندي حد بهذه الروح طبعًا النقدية طبعًا المحترمة ده لازم أحييه أكيد بوضوح أكيد. ولأنه لو يعني ده عكس الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها على الآخرين اللي هم الإخوان عموما، اللي هو يتمسك بفكرة ويتمسمر ويتمترس خلفها، ولا يعني ما عندوش استعداد، رغم ان هو الدنيا كلها بتقول له انت غلط، ما بيقولش ان انا غلط، ما بيفكرش ان هو غلط، لا ده مصر ان هو الصح والباقي كلهم غلط، وان هو عنده امتياز. انت عارفة جزء من افكار الاخوان ما يسمى بأستاذية العالم حسن البنا، ان احنا مش أستاذية العالم بس، ده ان هو أستاذيته على المسلمين نفسهم، ان هو يعني انت لا يعني فيما معناه كده، انت لا تصير مسلما كاملا الا اذا كنت اخوانيا. فهذه النوعيه وهذه اللي هو حد يعني متمترس حول فكره اللي كاتبه عمرو في مقاله عكس ده تماما، ان هو الراجل بيقول ربما اكون اخطات، ربما شفت حاجات، انا براجع نفسي وانا بحب هذه البلد وعايز ارجع لها وعايز اقعد مع ناس سواء وارجع تاني. فده انا بالنسبه لي كان معنى جيد جدا. اتمنى انه كل شخص سلك اي طريق انه يراجع نفسه، ربما يطلع صح وربما يطلع غلط، لانه بالمناسبه هو الفكره اللي قال عليها محمود مسلم بسرعه، اللي هو وانت بتراجع جزء من الحوار، ان احنا كل واحد بيراجع افكاره. ما هو لما يعني انا اسف هروح على حده بعيده خالص، الرسول عليه الصلاه والسلام لما اختار موقع غزوه الخندق وقال نعسكر هنا في هذا المكان، احد الصحابه اظن سلمان الفارسي قال اهو وحي يا رسول الله؟ قال له لا مش وحي. قال له طيب طالما انه مش وحي انا اقترح عليك عسكريا وامنيا ان احنا نعمله في الحته دي. قال التعبير الشهير او القول الشهير، انتم ادرى بامور دنياكم. يعني اذا كان الرسول العظيم عليه الصلاه والسلام بيقول ان انتم ادرى بحاجه فنيه وحاجه خبره، واظن حصل نفس الحديث في مساله تقليم النخل، اللي هو ازاي نعمل نعالج النخل وحاجات زي كده.
فإذا ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن أنتوا أعلم بأمور دنياكم، فبالتالي كل شخص آخر قابل إن هو مع الفارق في التشبيه خالص عشان ما حدش يفهمنا غلط ويدخلنا في حتة غلط. خد بالك الأيام دي اجتزاء الكلام والتصريحات، إنه كل حد في أمور الحياة وأمور السياسة تحديدا ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. الجدع أو الشاطر أو الجيد إن هو يراجع نفسه ويغير إذا كان يشعر إنه أو الناس كلها بتجمع إن هو غلطان.